When you change what you believe, you change what you do. عندما تغير أفكارك تغير أفعالك. التريننج ده والتدريبات دي اللي احنا بنشتغل فيها ونعملها هدفها هو انك تغير نظرتك. كتير يحضروا معايا يقول لي انا بدأت افكر نظرة ثانية، يمكن انا كنت غلطان، يمكن انا اعدل من تصوري. يمكن شوف لو انت راجعت تفكيرك يبقى انا نجحت. نجاحي ان انا اغير لك المعتقدات، تشوف وجهة نظر ثانية تستطيع انك انت تتعامل معها. من اشهر الادبيات في موضوع التغيير والتشينج، أحد يعرف هذه القصة دي اللي هي بيسموه موفمنت شيز، كتبها واحد دكتور طبيب اسمه سبنسر جونسون، هو طبيب. القصة دي بتحكي، شوف يقول لك an amazing way، وكلمة كتاب أميز كلمة خطيرة، وهي كلمة ما يعني فيها بلاغة لغوية. يقول لك an amazing way to deal with change، التعامل مع التغيير in your work and your life، في بيئة عملك. إيه القصة؟ القصة هو movement she's تحكي عن أربع شخصيات. هدول شايفين الشخصيات؟ اثنين بني آدمين واثنين فيران، زي ما قالت مظبوط. لو تلاحظ في الفيران واحد اسمه سنيف، شايف اللي بيشم، يشم شمام، هم حتى يسموه بالعربي شمام يشم، والتاني اللي جنبه اسمه سكوري يجري. لما يجتمعوا مع بعض يعملوا شخصية رائعة. شمو يجري، شمو تحرك يا أخي، يعني لو تشوفها في ناس تشم ولا تتحرك يعني تحرك، في ناس ما تتحرك، stay still. شمو رجل حيوان طبيعته بسيطة، يشمو يتحرك. طب والإنسان الاثنين البني آدمين اللي هناك، شوف في واحد اسمه هم حاطط يده كده رافض اللي قلناه، لا شوف الثاني اسمه هاو قاعد كده بقلك استعجب ويسأل. الأربع الشخصيات هذه ركز معايا فيهم عايشين مع بعض، الاثنين الفيران الصغار والاثنين الأقزام البني آدمين، يوميا يطلعوا من بيتهم يروحوا فين؟ في المتاهة هذه، يتحركوا في المتاهة، عشان كده اسمها أميز. قالك أن أميزين، يتحركوا في المتاهة دي يدوروا عليه. هم عايشين على الجبنة دي عشان شيز، كل يوم يروح المتاهة عشان يجيبوا الجبنة دي ويرجعوا له، لأن الجبنة دي خليهم سعداء. هذه الجبنة، الجبنة دي تمثل إيه؟ تمثل الهدف. الحياة أهداف، الجبنة تمثل هدفك. في ناس كل واحد عايش على جبنته، يعني اللي يبغى وظيفة، اللي يبغى سيارة، اللي يبغى عروسة، اللي يبغى فلوس، كل واحد عنده الجبنة حقته اللي بيعيش عليها. فهؤلاء عايشين على الجبنة، الجبنة تمثل الهدف اللي بتوصلوا للأربعة دول، مع أنهم شخصيات مختلفة، اثنين حيوانات بساط واثنين بني آدمين. كل يوم يروح الميز هذه ويدوروا، يجروا ويدوروا على الجبنة، يرجعوا فيه. يعني سيطلعوا من 8 الصباح للعصر ويرجعوا بالجبنة يكونوا سعداء. يوم من الأيام راحوا للستيشن وما لقوا الجبنة، الجبنة ما في اللي بتعودين يروحوها، خلط الجبنة. ما هو الموقف؟ الاثنين الأقزام الفيران قالوا ما لقينا جبنة، قالوا بسيطة ندور على ندور واحدة ثانية. المنطق الحيوان البسيط، ما لقينا شو متحرك، روح دور عليها، ما هي موجودة نشوف مكان تاني. الاثنين البني آدمين قال لا هذا هم اللي كده، فين الجبنة؟ فين راحت؟ مين أخذها؟ أقول لك دور لي على المسؤول، لازم يتعاقب، فينه؟ أنا ما هتحرك من هنا قد الجبنة وترجع. يقوله صاحبي، يقوله خلاص ما احنا موت، ما في جبنة، شوف همي راحوا دوروا، نروح مكان تاني هنموت بالجوع. لا أنا ما هتحرك من هنا إلا ما الجبنة ترجع. تقول حنيته ما مالي شغل، أنا منتظر ترجع الجبنة. وانتظروا اليوم الأول وراحوا يجوا اليوم الثاني الجبنة ما في، طبعا ما في إيران يجروا ولقوا ستيشن تاني في جبنة. قالوا طب أقول لك حاجة، أنا ماني متحرك. قلوا طب خليك أنت هنا يا أخويا وأنا أطلع في المتاهة أشوف. أقول لك حاجة يا هاو،
انت هتطلع وهتتوه في المتاهه. يعني ايه؟ اقول لك خليك معايا احسن لك. اياك تحاول، اياك تجرب، اياك تفكر، خليك معايا عشان لا تضيع وتتوه. بس كده ما ينفع. لو جربنا ايش يحصل؟ انا نبهتك، انا جالس ولا انا اتحرك. وفعلا هم رافض وجالس. قرر هاو انه يروح ويجرب، وكان خايف. فعمل حاجه رائعه، اسمعها كويس، اسمها السيلف توك، حديث الذات. انا جيت قلته الاستاذه ستيسي، هذا الاستاذه ناسي اسمها ايه دي، لما تكلمت عن الحديث النفسي اللي كلمتكم عليه البارح. هل انت تتحدث مع نفسك يا ولد؟ وقال لي عاقلي وانا ماني خايف. دي من الرسائل الايجابيه في ذاتك، ترفع تحفيز نفسك. فبدا هيل يكتب على الذات، انا ماني خايف، انا ابغى اجرب، انا مش عارف ايه اعمل، لغايه ما مشي واعطى ثقه قوه في نفسه، لغايه ما وصل ستيشن واخذ الجبنه دي وداه ورجع له هي يعني. وبدات الحكايه بهذا الشكل. فالقصه بتقول لك do one thing every day that scares you، يعني ما تخاف، حاول، جرب، اعمل. خلاصة القصة اللي بدي أقول لكم هي يا إخوان، دي القصة اللي إحنا قلناها دي حاجة مهمة. خلاصة القصة أو خلاصة الكتاب الحلو ده، الحقيقة عارفين هي الأربع شخصيات دي فينا إحنا. أيوه، إحنا فينا الأربع شخصيات هذه كلها، فينا الاثنين الحيوانات الصغار، وفينا الاثنين هذول الشخصيات اللي جوانا. دايما أقول لك في كورس احنا بنسويه اسمه الشخصيه، البيرسوناليتي. احنا فينا الاربعه دول، فينا اللي يهتم انه يشم بس ما يتحرك، فينا اللي يسال بس ما ينفذ، فينا اللي خايف، وفينا اللي بيحاول يفهم. الشخصيات دي هي اربعه فينا، بس في اثنين ظاهره اكثر من اثنين ثانيه. كيف تنظم ذكائك العاطفي الاهتمام بأنك تنمي الشخصيات هذه اللي هي جوانا؟ دائما يقول لك نحن لا نرى الأشياء على حقيقتها، إنما نرى الأشياء بطريقتنا إحنا، بأسلوبنا إحنا، بالمنظور اللي قال عليه الموضوع ده.